ونتذكر كمان كلام مهم قاله الزميل محمد شبانة في الإذاعة النهاردة. بما ان احنا جهابزه يعني، فانا هكلمكم عن جهبوز في كره القدم المصريه، الكابتن محمد فضل. كابتن محمد فضل خد صوره مع درع الدوري مع النادي الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب النحيادي وفضل النحيادي، لو قعد من سنتين يفكر 30 سنه لقدام ان هو ممكن يتحط في هذا الوضع مش هيصدق، وكانه يعني بيتكلم في الخيال. لكن ساعات الاقدار بتحقق حاجات. لو قعد محمد فضل 30 سنه يفكر ان هو ممكن يجي له وقت وياخد صوره زي دي مع الكابتن محمود الخطيب، اقسم بالله ما هيصدق. يعني يا معقول هبقى راس براس بالخطيب؟ الخطيب على اعتبار ان الخطيب ده اسطوره الاساطير، اسطوره ضخمه جدا جدا زي محمد صلاح كده بعد 20 سنه، هنتكلم عليه كده بنفس الطريقه. فمحمد فضل من لعيبه الوسط في النادي الاهلي، لعيبه الوسط في النجوميه، مش لعيبه خط النص يعني، يعني لعيبه الزمالك والاهلي في لعيبه السوبر ستارز وفي لعيبه بتحسش بيها وفي لعيبه في الميدل كده في النص، يعني لا هو نجم قوي ولا هو ما تحسش بيه قوي. فضل من النوعيه دي، وده بيحتاج وقت طويل جدا علشان خاطر ياخد الوضع اللي هو نفسه فيه، يعني عشان يبقى عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره محتاج 20 سنه علشان يعرض نفسه على الجمعيه العموميه ويخش انتخابات وناس تقتنع بيه، محتاج 20 سنه كمان عشان يعمل ده في النادي الاهلي. لكن القدر حطه قدام هنا مريده عشان يختاره، يحطوا مدير لكاس الامم عشان يجي بعد كده الفيفا يعمل لجنه مؤقته لاتحاد الكوره لما يستقيل المجلس بتاع هنا بوريده، فياخدوا بالهم ان كان في واحد اسمه محمد فضل فيختاروه في اللجنه المؤقته علشان عمرو الجنايني يخلع من الماتش بتاع الدرع وجمال محمد علي يخلع من الماتش بتاع الدرع، مش عايزين وجع دماغ. ففضل اللي يتصدر الصوره. الاقدار حطتك كده بعيد بقى انك جدير او مش جدير، سيب ده بقى لشغلك، لكن لابد وان تغتنم هذه الفرصة بالشكل المناسب. الشكل المناسب يعني ايه؟ انك تبقى على قدر هذا المكان. طيب هتقول لي انت بتتكلم وبدأت تتلمح وتخش على قصة كهرباء، هقول لك تمام فعلا، لان المسؤول وهو قدام الكادر وقدام الكاميرا هو عليه جزء ضخم جدا في فرض الاستقرار على المكان اللي هو فيه. الناس سابت الفكرة الحلوة اللي عملها اتحاد الكوره واللي نظمتها برزنتيشن، والناس سابت المشهد اللي كان فيه مؤمن زكريا وماسكين في كهربا ومحمد فضل وقصته. برضه ماشي وارد وطبيعي، لكن اللي مش طبيعي ان فضل يطلع في التلفزيون امبارح ويقول هو بنفسه اصلا انا كاتب شكوى بايدي ومقدمها لجنه الانضباط والقرار هيطلع النهارده، وكان لجنه الانضباط ده اللي احنا واخدين عنها انطباع ان هي لجنه محايده وان هي لجنه تسير وفق القانون والعدل فقط. انت بتدي الناس وتصدر لهم انطباع وكانها لجنه تسير حسب وفق واهواء اولي الامر.